مرحبا، لا يمكننا الإجابة الآن. اتركوا رسالة وسنتصل بكم. يوما سعيدا لكم. مرحبا أمي، هذا أنا. أردت أن أتمنى لك عيدا. كان الأمر مخيفا، عدم معرفة السبب وراء ذلك. هل سنتلقى مزيدا من الاتصالات من الحي يخبروننا أن أحدهم لا يجد أمك وأن آخر لم يأتي للعمل؟ هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص حر طليق، لما يقتل الناس وهل سيتوقف؟ كان الأمر مدمرا فعلا وما زال كذلك. لم ننسى الأمر بعد، ما زال يؤلمنا. هذا أنا، أحبك يا أمي. حسنا. فيرلي نيفادا، 13 مايو 2013. بدأ اليوم كأي يوم آخر في هذه البلدة الهادئة خارج رينو، لكن بعد ذلك ورد اتصال إلى مركز الطوارئ. اندلع حريق، والأضرار التي لحقت بالشاحنة جعلت المحققين يشككون في أن يكون ما حصل مجرد حادث. بحسب المؤشرات التي لاحظناها حول طريقة اندلاع الحريق، كانت الحرارة مكثفة حول السيارة، ولم نقع على أي مصدر اشتعال من شأنه التسبب في ذلك. هل تشتم هذا؟ ساورني إحساس بأن ثمة خطبا ما في هذا المكان. حين يتعلق بافتعال حريق نتساءل لما قد يقدم أحدهم على هذا الدمار. لماذا؟ مع السيطرة على الحريق في المرأب، فتش الرئيس هانت للمنزل الذي بدا مهجورا. وجدت المنزل في حالة من الفوضى، وكأن أحدهم غادر على عجلة من أمره. أثار هذا شكوكي حتما. حين تجد جثة على الأرض في ظروف غير اعتيادية، تكون تجهل سبب الوفاة. في المرأب حريق، فتفكر أن كل شيء مرتبط بعضه ببعض، وأن تلك حادثة واحدة جزء من سلسلة. اليوم الأول، ضحيتان. حين علمنا بالحريق في المنزل حيث تم العثور على جثة، سارعنا إلى هناك. نادرا ما تقع جريمة في مقاطعة لاين. يبدو أن كل منهما تلقى رصاصتين في الرأس وفي الصدر. تركنا في البداية الأدلة تخبرنا القصة. 3 دوافع لجريمة القتل: الجنس أو المال أو الانتقام. الضحيتان هما روبرت ودوروثي بيب، ومنذ بداية التحقيق كان للمحققين نظرية، وكأن أحدهم كان يبحث عن شيء. خزانة مجوهرات كبيرة دفعت بعيدا عن الجدار، خزانة قد تزن أكثر من 45 كيلوغراما. حسنا، علبة مجوهرات، مال، ظننا أنها عملية سرقة. في مراحل المحققون يتحرون ما قد يكون حصل في منزل آل بيب، تلقى أحباء روبرت ودوروثي الأخبار الفاجعة. ركنت سيارتي عند المدخل ورحت أصرخ، وإذ بشرطي يقول لي إنه مسرح جريمة وعلي إبعاد السيارة. بقيت في المكان أناقشه لحوالي 3 أو 4 دقائق، وفي الأخير قال: لدينا ضحيتان في الداخل، ونعتقد أنهما روبرت ودوروثي بيب. في البداية لم أصدق الخبر، وحين استوعبت ما حصل انهارت على الأرض، فقدت وعي. التقى روبرت ودوروثي بيب قبل 64 عاما، حين كان كلاهما يعمل في مصنع.
كان والدي يركب رافعة شوكية وإذ بها تقترب منه وتسأله أبإمكاني أن أقود، فأجابها طبعا اصعدي. فتجولا في أرجاء المصنع، وفي الليلة نفسها خرجا معا لتناول العشاء، وهما معا منذ ذاك الحين. كان كلاهما متفانيا تجاه الآخر، كان هذا ظاهرا، لم يكونا بحاجة إلى إثباته. لكن إن رأيتهما معا تلحظ أنها كانت لتقدم حياتها من أجل ابنها أو زوجها. 64 عاما، أينما ذهبا كان معا طوال الوقت، لم يفترقا أبدا. وقد سلبهما سافل حقير هذا. سقط آل بيت ضحيتين في منزلهما الواقع في حي صغير جدا. مشطنا المنطقة بالكامل، جئنا بالمساعدة من كل مكان. لا أظن أنه بقي شرطي واحد في ذلك الصباح لم يستجب لنداء. إن المنازل هناك قريبة من بعضها، فتصوروا أنه لابد من أن يكون أحدهم سمع أو رأى شيئا قد يقودهم إلى القاتل، لذا بدأوا يتنقلون من باب إلى آخر. رأيت أحدهم يدخل أو يخرج من المنزل وليس له عمل هناك؟ لاحظت أي شيء غريب؟ رأيت دخانا يتصاعد من مرأبي آل بيك، فعدت مسرعا إلى منزلي واتصلت بالشرطة. ألم ترى أحدا ولا حتى شخصا واحدا غريبا؟ لا، لا شيء. صدمهم أنهم لم يجدوا شيئا، راحوا يطرقون على الأبواب يسألون الجيران ما إذا كانوا قد رأوا شيئا، لكن الجميع قالوا أنهم لم يروا أو يسمعوا شيئا، لم يروا إلا الدخان، لذا كانت تلك صدمة. أنا في طريق العودة. مع غياب أي جهود حول المحققون تركيزهم إلى الشاحنة المحروقة. كان من الغريب أن تكون الشاحنة مليئة بالصحف. أتنتمي إلى هنا أم لا؟ أهي دليل؟ أهي شيء يجب جمعه؟ لكن هذه الشاحنة محروقة واختفى الرقم التسلسلي. أتتحرى لي لوحة سيارة؟ نيفادا سي أس يو 6679. أنت متأكد؟ لم تكن الشاحنة ملكاً لألي بيب بل لألوزير جرام، وجرام شخص تعرفه الشرطة خير معرفة. ما كانت التهمة؟ لألوزير جرام سجل إجرامي طويل، وقد أمضى السنوات العشرين الأخيرة خلف القضبان. أدركنا أن أحدهم قد يكون حراً. عرفنا أنه علينا إيجاد ذلك الشخص قبل وقوع المزيد من الضحايا. كم من ضحية بعد؟ لدينا مشتبه فيه حر. ماذا هناك؟ سيدتي عودي إلى السيارة في الحال. في فيرنلي نيفادا أردي كل من روبرت ودوروثي بيب قتيلا خلال عملية سرقة محتملة، تاركين الجميع في الحي مصدوما. كانا جارين لطيفين للغاية، إنهما الأهدأ في العالم. يملك الرجل قطعة أرض إذا كنا نراه كل يوم يعمل فيها. عاش ليعمل في ملكيته، كان يرافق الطيور كل يوم، كان رجلا لطيفا، ألقى دائما التحية على الجميع، وكان يحضر لي البطيخ. من الصعب تقبل واقعي أن أحدهم قتلهما. إنه شيء نادرا ما يفكر المرء في أنه يحصل في هذه البلدة الصغيرة، وإذ بهم يتعاملون مع واقع أن قاتلا متوحشا حر طليق، ما أثار خوف ورعب سكان البلدة كلها. وإن في جعبتهم الآن قطعة جديدة وغريبة من الأحذية، فالشاحنة المركونة في مرأب آل بيب ليست لهما، بل إنها ملك رجل يدعى أليزر جراهام. ما نعرفه عن هذا المجرم أنه مجرم مدان في ولاية نيفادا. وعمل أليزر أثار اهتمام المحققين. بعد تقدم التحقيق بدأنا ندرك عمق الوضع، واكتشفت أنه أعد خريطة طريق. أذكر أنني سمعت أن الأمر مرتبط، فكل شيء جزء من هذا. شككت على الفور في وقوع جريمة قتل، وبدأ وكان أحدهم نشر الأوراق في كل مكان، أوراق الصحف في الشاحنة. مرحبا، هذا أنا في طريق العودة آتيا من رينو. قامت وحدة إقليمية خاصة من الشرطة بتفقد عملائها للحرص على أن يكون الجميع يستوفون الشروط التي قد يتعرضون لها عند الإفراج عنهم.
السيد جرام افتح الباب من فضلك. سيد جرام، لديهم الآن شخص قد يكون مهماً في حل القضية، آل جرام، لكن آل جرام مفقود، وحينها لم يفكر أحد في أنها قد تكون صدفة. مونستينغ نيفادا، على بعد 45 كيلومتراً من منزل آل بيت. مركز الطوارئ، ما هي الحالة؟ أنا عند مخرج موستانغ I-80. مخرج موستانغ مخرج معروف جدا لدى الجميع، وهكذا إذا قلت لأي كان من سكان البلدة مزرعة موستانغ يعرفون على الفور المكان، إنه معلم في تلك المنطقة، هذا أكثر ما يشتهر فيه. إنه طريق خدمة، طريق نائم جدا، بالكاد يقع عليه متجر واحد. أنت اتصلت بالشرطة؟ على الأرجح أنه ما من شيء، لكن من الغريب أن تتطاير كل أوراق الصحف هذه ولا أحد في الشاحنة. رؤيتها لكل أوراق الصحف تتطاير في المكان أثارت شكوكها. ابقي مكانك، سأتفقد الأمر. المركبة عالقة رغم أنها شاحنة دفع رباعي. إلى المركز، استجبت الاتصال طارئ عند مخرج موستانغ. تحروا لي هذه اللوحة، نيفادا 85 فيكتور 20. حول. شاحنة الدوج من طراز 2010 تخص دوروثي وروبرت بيب الأب من فورنلي. كرر ما قلت. تلك الشاحنة مسجلة باسم دوروثي وروبرت بيب. لا أعلم، طلب مني البقاء هنا. أخبرتك لا أعرف. أتصل بك لاحقا. ماذا هناك؟ سيدتي عودي إلى السيارة. في الحال. إلى المركز، أحتاج إلى الدعم. مخرج موستانغ I-80. طلبنا دعم كل شرطي متوفر. لم نعرف ما إذا كانت جريمة قتل. لم نكن نعرف من يجري. قد تلقى ضربات عديدة في أنحاء مختلفة من جسمه. قد يكون هذا متسقا واعتداء عليه بالسيارة. عند النظر إليه تتساءل ما إذا تعرض للضرب، إذ أن في المكان بيت دعارة يخرج منه الكثير ثمينين ويتعرضون للضرب، كما وبالقرب من المكان طريق رئيسي. هل تخلص أحدهم هنا من الجثة أم ماذا؟ لم يخطر في بالنا أبدا أن يتم العثور على شاحنة باب في موستانغ في مسرح جريمة. لم نفكر في هذا على الإطلاق. مرحبا، هذا أنا. إلى المركز، وجدت مع الجثة بطاقة هوية. تابع. اسم العائلة جراهام، واسم الرجل إليازر. جعلنا هذا نفكر في الحال في أن شيئا يجري هنا أكثر مما تراه أعيننا، وبدا ملحا أن نعثر في مكان الحريق على مزيد من المعلومات، وذلك بأسرع وقت ممكن. كان إليازر جراهام في شاحنة آل بيب، فيما كانت شاحنته في مرأبهم. شاحنتان، شاحنة تعود إلى آل بيب وأخرى تعود إلى إليازر جراهام. كان بإمكاني بسهولة تصور إليازر جراهام
وقد جاء إلى منزل روبرت ودوروثي بيب وقتلهما وأخذ سيارتهما وأحرق سيارته. لكن المشكلة أن إليازر غراهام ضحية الثانية. آل بيب لم يقتلا، ولا يبدو أنه كان من قتل آل بيب. علينا حل اللغز الجديد في القضية. مع ظهور ضحية جديدة، أمل المحققون أن يحصلوا على أدلة جديدة من عائلة الضحية. اتصل بي ابني إلى العمل، قال لي إنه ينتظرني في موقف السيارات، فقلت حسناً سأنزل. وفي موقف السيارات جلسنا وأخبرني أن آلي قتل. كان إليازر غراهام واحداً من 7 إخوة في عائلة غراهام، عاشوا كلهم معاً في مزرعة في ماستنج نيفادا. ورغم أنه سجن لبعض الوقت، تعتقد عائلته أنه وضع الماضي وراءه. شعر بأن عليه التعويض عن الوقت الضائع والحرص على أن نكون بخير، فحاول قضاء ما أمكنه من الوقت معنا. قد يخطئ المرء، قد يقوم بأمور خاطئة، لكن إذا فعلت الشيء الصحيح وغيرت تصرفاتك تكفيرا عن خطاياك، وحده الله يحكم عليك. 3 جرائم والصفر مشتبه فيهم. استجابت الشرطة عائلة غراهام وأصدقائه بحثا عن أي دليل عمن قد يريده ميتا، وسواء ما إذا كان على علاقة بآل بيب. هل ذكر أخوك شخصا من عائلة بيب؟ لا، أعني لا أظن ذلك. باب، دوروثي، ثنائي عجوز، لم يذكرهما أمامي. هل لديك فكرة عمن قد يكون الفاعل؟ لدي فكرة. أجل، فرانك شقيقي. ظننت أن فرانك قتله. الـ13 من مايو 2013، 3 قتلى. تخشى الشرطة أن يكون القاتل حرا طليقا. هذه الأمور لا تحصل في فيرنلي، إنها بلدة هادئة لم تقع فيها أي جريمة. ناهيكم عن جريمة وحشية كهذه. لذا كما يمكنكم التصور، كان السكان قلقين جدا ومرتعبين، خائفين من أن يكون في الخارج قاتل. كل هذا العنف خلال فترة قصيرة من الزمن لم يبدو لهم منطقيا. لقد فقدوا الشعور بالأمان. لا يفهم المرء هذا النوع من الحزن والمأساة إلى أن يختبرها بنفسه. لدينا مشتبه فيه حر، هل سيكرر فعلتها أهو قاتل متسلسل؟ لم نكن نعرف ما يجري، كنا ننظر إلى طرفي الحبل لكن نجهل الصلة بينهما. بدا الجميع مصدوما إذ ذلك الشرير سدد ضربة ثانية. إنها لفصل آخر من الكتاب، اختبرناه ويستحيل الكتاب أكثر سماكة مع نهايات بشعة. لم نكن نقفل أبوابنا، كنت أركن سيارتي أمام صالون التجميل على مسافة مبنى من منزلي دون أن أقفلها، إذ كانت البلدة آمنة، لكننا يومها خسرنا براءتنا. وها إنه الآن قطعة جديدة ومحيرة من اللغز تظهر. تدعي عائلة غراهام أنها تعرف من قتل آليزر. ظننت شقيقي فرانك قتله، فهو ينوي على فعل ذلك منذ سنوات. كان فرانك كلما رأى آليزر يريد قتله. كان هناك مشاكل بين شقيقي، كانا يتشاجران. لا أعرف تحديدا ما كان الخلاف بينهما، لكن الأمور احتدمت بينهما. كان الأمر مدمرا جدا. التفكير في أن شقيقي قد يقتلان بعضهما بعضا بهذه البساطة، لم أفهم الأمر. حتى يومنا هذا لم أفهم الأمر. وكان هذا أكثر من حدث عائلي. قبل 4 أسابيع على تلك الحادثة وقع شجار حاول بعدها الأخ أن يدوس السيد غراهام بسيارته، وها إن السيد غراهام ملقى على الطريق. ما جعلنا نطرح الأسئلة، كان علينا إيجاد ذلك الأخ الآخر بأسرع وقت. مرحبا يا صديقي، أيمكنك أن تساعدني؟ حاول المحققون تعقب فرانك غراهام بدءا من منزله. KDU 4879، إنه فرانك. لنرى ما لديه ليقوله.
كان علينا استجوابه لمعرفة ما إذا كان يقول الحقيقة حول كل ما كان لديه. فرانك! فرانك! شرطة فيرنلي، نريد التحدث إليك. فرانك! فرانك! في الأسفل وهنا أيضا. لنلقي نظرة على الشاحنة. كان آلي جرام تلقى رصاصة ودسته سيارة، وكانت الشرطة بحاجة أن تدقق في سيارة كل شخص تشتبه فيه. هي متضررة؟ هل عليها دماء أو خدوش؟ أي شيء يدل على استخدامها في عملية صدم؟ تعال وانظر. أرى ما تقصد. إن العثور على فرانك جراهام بات الآن أولوية بالنسبة إلى المحققين. في صباح اليوم التالي تلقى المحققون نتائج تشريح آل بيب، فكانت الصدمة بالنسبة إلى الجميع. الأمر ليس كما ظننا، توفي قبل 3 أيام من الحريق. أياً كان الفاعل، من الواضح أنه عاد إلى مسرح الجريمة. لما أضرم المجرم النار؟ أراد التخلص من أي دليل في المنزل، وإلا ألقي القبض عليه. فعاد وأحرق كل الأدلة. إن وقت وفاة آل بيك لم يكن الدليل الجديد الوحيد الذي بيّنه التشريح، إذ حدد الطبيب الشرعي كذلك سلاح الجريمة. تلقى روبرت ودوروثي رصاصة في الرأس من مسدس من عيار 22. كشف التشريح أنه بالسلاح نفسه قتل آليزر جراهام. أنا في طريق العودة، أنا مضطر، لم ينتهي الأمر بعد. كان من الضروري اكتشاف هوية الفاعل. شرعت الشرطة تبحث عن فرانك جراهام شقيق آليزر جراهام، لكنها لم تتوصل إلى شيء. وفي اليوم التالي تلقى المحققون زيارة غير متوقعة. كنتم تبحثون عني، ها أنا. أفترض أن الأمر يتعلق بما حصل لألي. ماذا حصل؟ تعرض للقتل بعد أسبوع على محاولتك قتله. دهس فرانك ألي بشاحنة أبي، وآخر حادثة أتت الشرطة لأجلها كانت إطلاق النار. لم أكن وشقيقي نتفق، لكن لا علاقة لي بجريمة قتله، كما أن المسألة بيني وبين أخي. ما عادت كذلك. لكن ما لم تكن الشرطة تعرفه أنه خلال تركيزها على فرانك جراهام، قطعة أخرى من اللغز على وشك الظهور على شكل مسرح جريمة مروع آخر. 8 مساء 14 مايو 2013. ها إن الشرطة تتلقى اتصالا طارئا جديدا. إلى جميع الوحدات، إلى جميع الوحدات، توجد سرقة. تلقيت نداء عبر المذياع، تركت ما بين يدي وتوجهت إلى ذلك المنزل. أول جثة وقعت عليها كانت تعود إلى أندريا ويلسون. لقد كانت ميتة والدماء تغطيها. انظر. ما
كان هناك أثر دم قادنا عبر الممر إلى غرفة نوم احتياطية في الجزء الأمامي. هناك عثرت على رجل أبيض البشرة ميت بدوره. كان مستلقيا على الأرض مفتوح الذراعين ومغطى بالدماء. الضحية هو لاستر ليبر البالغ من العمر 69 عاما. لاستر ليبر وأندريا ويلسون هما الضحية الرابعة والخامسة. طرح هذا سؤالا بديهيا، ما هو الرابط بين الجرائم الثلاث المختلفة وهؤلاء الضحايا الخمس؟ فيما تم نقل لاستر ليبر وأندريا ويلسون إلى المشرحة، استمر المحققون يبحثون عن أجوبة ويبلغون أفراد العائلة بآخر الضحايا. اتصلت بي زوجة أبي قائلة إن لديها خبرا سيئا تطلعني عليه، وأخبرتني أن والدي قد قتل، لكنني لم أصدقها. تفاجأت بالخبر، وحين عادت وقالت إن أبي قد قتل وقعت عندها على الأرض. لقد أصبح والدي صديق كل من في الحي. كان من الأشخاص الذين يلتقطون الصحيفة في الشارع ويأخذها إليك إلى المنزل. لقد أحب الحياة وقد أحبه كل من حوله بسبب ذلك. كان من الأباء الذين ترغب كل عائلة في أن يكون لديها. كان قويان طوال الوقت. كان الأمر مخيفا، عدم معرفة السبب وراء ذلك وعدم معرفة هوية الفاعل أيضا. مرحبا، هذا أنا، أنا في طريق العودة. بسرعة البرق انتشر خبر جريمة القتل الأخيرة، فلازم السكان الخائفون منازلهم. عرفنا أننا نتعامل مع وحش، وكان علينا فعل المستحيل لردعه. لا مجال للخطأ، علينا أن نحذر، وكان علينا إيجاد ذلك الشخص الذي يقوم بقتل الناس، إذ قد يقدم على قتل المزيد. في رأيي لقد تخطى ذلك الرجل كل الحدود، وإذا نظرنا إلى ما فعله القاتل وما اختبره من ظروف، على الأرجح أنه سيحاول القتال وسيموت أيضا بدلا من أن يستسلم لنا. حين عرفت أن أحدا آخر تعرض للقتل لم أصدق أذني، إذ ما كان ليحصل هذا في بلدتنا، لكن الجرائم كثرت في الفترة الأخيرة وكان هذا مروعا. التاسعة إلى ربع مساء الرابع عشر من مايو 2013 بعد 45 دقيقة، بدأت الشرطة بمسح مسرح الجريمة الأحدث بحثا عن أي شيء قد يساعدهم على الإمساك بالقاتل، حين استحالت مخاوفهم حقيقة مرة أخرى. سيدي، تلقينا اتصالا طارئا آخر من آخر الشارع. ماذا؟ تلقت الشرطة اتصالا من منزل يبعد مسافة قصيرة من منزل ويلسون ليبر. عاد أحدهم إلى المنزل ليجد سارقا في الداخل. على الفور لدى السارق بالفرار، لكن هذا كله حصل في ذلك الحي نفسه. عاد شاب إلى المنزل من الجامعة ليجد أحدهم في منزله وقد هرب من الباب الخلفي، وحصل هذا قريبا من مسرح الجريمة. انتشر خبر أن المشتبه فيه كان في المنزل، أو أن شخصا غريبا كان في المنزل، ونحن في خضم تحقيقاتنا. ارتفعت نسبة الأدرينالين لدينا، إذ بتنا نعرف الآن أن المشتبه فيه ليس في المنطقة وحسب، بل إنه في الحي حيث نحن، وقد لا تتوم بالفرار عبر السياج الخلفي. لا تدع أحدا يدخل أو يخرج من المنطقة، واستدعوا الفريق الخاص. حاضر سيدي. لم نصدق أن القاتل كان على مسافة قصيرة من حيث تواجدنا، كما لم نصدق أن المشتبه فيه قد يكون لا يزال في الجوار. تأكدنا من عدم وجود أحد قد يكون مصابا أو متعذيا. لا شيء في الطابق الثاني. فتشنا كل الغرف باستثناء الغرفة الأخيرة، إنها كقفص، ربما فيها حيوان محتجز وتنتظر لتعرف ما فيها. لا أحد هنا. يا نقيب، ثمة باب هنا. عثروا على شيء لا يجدر أن يكون هناك. تحمسنا للأمر، إذ لا نقع على دليل مماثل. أنا مضطر يا صديقي، لم ينتهي الأمر بعد.
جمعت شرطة الفور بعض الأدلة الرئيسية في سلسلة من الجرائم المروعة التي أرعبت الحي. وجدنا خلويا وحوالي $1000 نقدا. هذا لا، أليس كذلك؟ لندع التقنيين يتحرون الأمر. أنا في طريق العودة. مع كل ما يجري قررت الشرطة تطويق الحي بالكامل. وما إن فعلوا هذا حتى حصل شيء لم يختبروه من قبل بحسب رأيهم. انتشرت الشرطة في المنزل وخارجه وفي الجوار، كما في منازل أخرى على امتداد حوالي مبنيين أو ثلاثة. انبطح أرضا. فيما كانوا يمسحون مسرح الجريمة في شارع تامسون، فجأة ظهر ذلك الشاب والدماء تغطيه، وذلك في وسط مسرح الجريمة. انبطح أرضا، لا تتحرك. توجه إلى مسرح الجريمة ووقف إلى أن كبلنا يديه. لم يقاتل، لم يناقش، لم يصرخ، لا شيء، كان هادئا. أيعقل أن يكون ذلك الشاب هو القاتل الذي أرعب سكان الحي كله؟ وجدنا سلسلتي مفاتيح تناسبات وسيارتي السيدة والرجل المركونتان في الخلف. ذاهب إلى أي مكان؟ 5 جرائم، يومان ومشتبه فيه واحد، جيريمي بيون. رغم استسلامه في مسرح الجريمة في مركز الشرطة، رفض بين الكلام. أريد التحدث إلى محام. سنحضر محام لك، ولكن عليك أن تسمع هذا. لا أعرف ما بي يا صديقي. هل أنت بخير؟ فيما كان الهاتف الخلوي في جيب المشتبه فيه، ضغط عن طريق الخطأ على زر التسجيل ليتم تسجيل حديثا له وهو يتكلم عن الجرائم بصوت خافت، لكن الشرطة سمعت كل شيء. بدا الأمر وكأنه يجري حديثا مع زميله والهاتف في جيبه يسجل. إن الحديث المسجل بين بين وزميله في الغرفة يبين الوقت الحقيقي لوقوع الجريمة. حاولت الهروب لكنني علقت في خندق، حاولت بعدها الخروج منه. لم أضرمت النار في ذلك المكان؟ كان بالإمكان سماعه يتحدث وزميله في الغرفة، وقد بدا ذلك الزميل مستاء إذ من فك يطلب منه مغادرة ذلك المكان، وكان مستاء لأنه جعل صديقه يتورط في الأمر. نحن لا نحصل عادة على تسجيل للمشتبه فيه وهو يرتكب جريمته، هذا لا يحصل أبدا. في غرفة الاستجواب بوجود المحققين، أدرك بين أن أمره انتهى لا محالة. فجرع الأخير يصف ما حصل في منزل ألبين. قال القاتل إن كل شيء بدأ بعملية سرقة، كان يبحث عن أي شيء يمكنه سرقته فيبيعه في وقت لاحق. دخلت الغرفة ثم أطلقت النار عليهما. أطلقت النار أولا على السيدة، كانت في السرير. ذهب إلى هناك حاملا مسدسا من عيار 22 وأطلق رصاصة إلى رأسها. نبه هذا السيد بيب فدخل مسرعا الغرفة، ومن ثم أطلقت رصاصة إلى رأس الرجل من الأمام. أخذ أشياء من المنزل، أشياء بإمكانه الاستفادة منها، كما وحصل على شيء لم يكن في حوزته. أخذ لهما سيارتهما، أخذ شاحنة البيت. أخذ بين كل ما وجده هناك من مجوهرات وأشياء قيمة وركب في شاحنة آل بيب وانطلق إلى رينو. تواصل مع أصدقاء له في منطقة رينو وسألهم أين يمكنه التخلص من المجوهرات. قصدت على الفور متجرا لبيع المجوهرات، ذهبت إلى هناك وذلك لأبيع خاتمين اثنين. في رينو حصل بين على $200 مقابل المجوهرات التي سرقها من منزل البيت. أنفق بعض المال على المخدرات إذ كان يتعاطى الهيروين، اعترف بتعاطيه الماريجوانا كما وعرفنا أنه تعاطى كذلك الميثامفيتامين. اكتشفنا أيضا أنه قصد بيت دعارة في عطلة نهاية الأسبوع، ما أظهر لنا أنه أنفق المال كله على المخدرات والسهر.
وحين نفد منه المال عاد إلى منزل آل بيب بحثا عن المزيد. عندها أعاق شيء ما خطته. سلك منعطفا خطأ، احتار بين أن يسلك المنحدر أو يقود في طريق خاص، وعن طريق الخطأ سلك دربا خاصة لا تؤدي إلى أي مكان. كنت أحاول أن أنعطف لأسلك الطريق السريع لأنني أردت العودة إلى الطريق السريع، لكن الشاحنة علقت في الوح. لحظة علقت فيها شاحنة آل بيب في الوحل، سيطر عليه الخوف وبدا مستعدا لفعل أي شيء ليخرج من هناك ويبتعد عن المشاكل، وقد حاول التخلص من الدليل الذي خلفه. وأثبت جيريماي يرى سيارة تركن خلفه، صادف أنها شاحنة إليزر جراهام. اسمع، أحتاج إلى المساعدة فعلا. طلبت من ذلك الرجل في الشاحنة المساعدة، قلت له إنني بحاجة إلى الوصول إلى محطة وقود، فراح يعطيني الحجة تلو الأخرى، فانتهى بي الأمر بإطلاق النار عليه. أطلق 3 رصاصات أصابته في وجهه. بعدها أخرج إليزر من الشاحنة وعاد إلى منزل آل بيب. حين عاد إلى منزل آل بيب ركن الشاحنة في المرأب. عندها أضرم النار في شاحنة إليزر. كانت علبة الكبريت في شاحنة ذلك الرجل. كل ما فعلته أنني سكبت الوقود في المركبة وقمت بإضرام النار فيها. غادر بين المكان وتوجه إلى منزل ليستر ليبر في محاولة منه للحصول على مزيد من الأشياء القيمة، وحين فعل هذا لم يشأ أن يترك أي دليلا وراءه. لم أعرف ما علي فعله، فرحت أتنقل من منزل إلى آخر، وعندما فتح باب ذلك المنزل دخلت على الفور. كنت أفتش في الدرج حين ظهرت سيدة وسألتني ماذا تفعل هنا؟ فقمت بإطلاق النار عليها. جاء زوجها على الصوت فأرديته بدوره، أظنه كان يحاول حمايتها. أظن أنه شرير فعلا، وفي رأيي أظنه كان يشعر بالسعادة لإقدامه على قتل الناس، إذ على الأرجح أنه خال نفسه ذلك البطل، فرد العصابة الأقوى الذي يتنقل ويقتل كل هؤلاء الناس. كان من الصعب أن أتقبل الأمر، لا أظنني فعلت حتى هذه اللحظة. إذا لم يتواجد والداك من حولك تشعر بالوحدة. ينبع هذا من قلبي. كانا كل شيء بالنسبة إلي. في جريمة القتل من الدرجة الأولى بواسطة سلاح مميت قتل شخص في 60 من العمر. أدينت جيريماي بين ب5 جرائم قتل: ليستر ليبر وأندريا ويلسون وأليزر جراهام ودوروثي وروبرت بيب. الزميل الذي كان يتحدث إليه عبر الشريط المسجل خلال ارتكابه الجرائم شاهد في المحكمة، ولم توجه إليه أي تهمة جنائية. في 6 أغسطس في عام 2015 حكم على جيريماي بين بالإعدام. ما زال والدي في قلبي. أستيقظ كل صباح على صوت جهاز الإنذار فتكون صورة والدي وهو يمسك بسمكة كان قد اصطادها. ذاك هو الرجل الذي أعرفه. هذا هو الإرث الذي تركه جيريماي بين لعائلة بيب وعائلة الضحايا الآخرين. وأكثر ما يحزن أن أيا من هذا هو من صنعك، ولكن عليك التعايش مع الأمر كل يوم كل دقيقة في أحلامك وفي اليقظة، إذ لا شيء يتغير. لا أعرف ما إذا كنت سأتقبل الأمر يوما. عرفت أنه لم يكن قد خرج من السجن منذ وقت طويل قبل فعلته هذه، إذ كان يحاول أن يثبت شيئا. لا أفهم لماذا أفسد حياة 5 أشخاص. والأمر الذي حقا يجعلني أتألم هو الجلوس ورؤية
زوجي الذي أحبه أكثر من أي شخص يتعذب أمامي ويتألم ويعاني. إنه يعاني ولا يمكنني فعل شيء لأجعله يتحسن. إنه حقا يستحق الموت لما كان قد فعله بهؤلاء الضحايا الأبرياء، وما يمكننا فعله في الوقت الراهن هو أن نأمل حقا في أن تأخذ العدالة مجراها فيطبق حكم الإعدام الذي صدر في حقه. في ذلك اليوم من مايو تغيرت معالم بلدتنا البريئة. نعود كما كنا مع كل ما خسرناه. خسارة كبيرة لأشخاص رائعين.